أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. الرئيس قيس سعيد يستقبل اليوم الخميس بقصر قرطاج المكلفة بتشكيل الحكومة نجلة بودن التي أطلعت رئيس الجمهورية على مدى تقدم الجهود المبذولة لتكوين الحكومة حتى يتم الإعلان عن تركيبتها في أقرب الأوقات. ندعوكم لترك تفاعلاتكم وتعليقاتكم، وإلى اللقاء.